مقدمة يلا جاهز. برنامج دسوق افندي، برنامج دسوق افندي، الحلقة الأولى، حلقة الجبنة الرومي افطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم الشيف محمد سوق، برنامج دسوق افندي. النهاردة هنتكلم عن نوع بيسموه النهاردة هنتكلم عن نوع من أنواع الجبن، نوع سمي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثلاث ثواني وانت كده فهمت. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم كده نبدأ. ايه بعد السرينة دي؟ استنى بس، شفت الحتة الأولانية دي من برنامج دي؟ سوق أفندي جامدة. يلا ستاند باي. سرينا شغال كلهم. كنا بنصور راديو، كان الكلب عمال يهوى. مستنيين الكلب يخلص. ركض عبد الله معلش.